وبالنسبة للتمانينات بقى، فاكرين يا جماعة الألوان وقتها كانت ألوان مطرقعة كتير، الفضي والذهبي والموف، أهي كل الألوان دي رجعت تاني في فساتين في جوبات، بقت موجودة في كل حتة. وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن إيبولاتات رجعت وبقوة. فاكرين يا جماعة صور أهلنا زمان لما كنا نقعد نتفرج عليها كنا نبقى مستغربينهم قوي؟ أهو بقى الموضة دي رجعت تاني الفترة دي برعاية الصور بتاعت فترة التمانينات. وبالنسبة للسبعينات موضة الكاوبويز والهيبيز رجعت تاني. فاكرين الشراشيب؟ أهي رجعت تاني بقى على كل حاجة، تيشيرتات، فساتين، حتى الصنادل تلاقوا شراشيب في كل حتة. دي بقى موضة لذيذة جدا وكاجوال وتنفع على فكرة بالليل، يعني ممكن تلاقوا فستان سواريه لذيذ جدا كله شراشيب. كل ده رجع موضة تاني وحلوة جدا وبتليق على حاجات كتير. وبالنسبة للفساتين، الفساتين الماكسي موضة جدا، ويا سلام بقى لو تبست على كاوبوي بوتس بتبقى خطيرة. وعايزة أقول لكم بقى إن في شنطة من ديار تحفة بجد حلوة قوي وموضة جدا، لكن طبعا هتكون برقم فلكي، فبالتالي انا بقول لكم بس عليها. وانتوا بقى طبعا لو دورتوا كده في الحاجات المحلية المصري اكيد هتلاقوا حاجة بنفس الفكرة وحلوة جدا، وطبعا في الحالة دي سعرها هيكون احسن بكتير من البراندز الغالية. الموضة لما بترجع من زمن كله نوستالجيا وفترة طفولة او فترة كنا بنحبها قوي نبقى فعلا فرحانين بيها، لكن الاهم من كده ان احنا نلبس حاجه مريحانا، حاجه نكون واثقين من نفسنا فيها عشان في الاخر يطلع شكلنا فعلا حلو.